أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في كتاب الله تعالى أوصاف نساء الجنة في مواضع كثيرة في القرآن العظيم لترغيب الرجال بما أعد الله لأهل الجنة، بينما لم يذكر الله تعالى في كتابه أوصاف الرجال في الجنة، فما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الأزواج أيضا فيهن نعمة للزوجات، تقر أعينهم بهن وتقر أعينهن بهم، ولذلك قال: قاصرات الطرف، مقتنعة بزوجها ما تتشوف إلى غيره من حسنه وجماله ومحبته. فالله جل وعلا جعل تلذذ من الطرفين، من الطرفين في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع الله جل وعلا قال حبب والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، الله بصير بالعباد. نعم.